الحمد لمن له الخلق والأمر، وأمرنا في محكم الذكر، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. والصلاة والسلام على من زان به الدهر وهو سيد ولد آدم ولا فخر، وعلى آله وصحبه الذين تواصوا بالحق والصبر، وعلى كل من تبعهم بإحسان ما طلع الفجر. أما بعد، فأيها المسلمون بجمهورية باكستان الإسلامية، إنه يناديكم أبطال حركة المقاومة الإسلامية بأن المسجد الأقصى أسير بأيدي إخوان القردة والخنازير، وإنه لينادينا كل يوم: أين الرجال؟ أين أحفاد خالد وعمر وبلال؟ أين أسود أبي عبيدة في النزال؟ هل ماتوا من زمان؟ أم خلت منهم الأوطان؟ أم خلف من بعدهم خلف هممهم ضعيفة واهتماماتهم سخيفة وأحلامهم خفيفة؟ أين الشباب الذين بيوتهم مساجد ما بين راكع وصائم مجاهد؟ أين طلاب عبد الله بن مسعود يطردون إخوان القرود؟ فلسطين إسلامية النسب وليست عربية فحسب، ولذلك كان صلاح الدين فاتح القدس من الأكراد. أبا السلطان عبد الحميد ناصر فلسطين من الأتراك الأجواد، وبعض العرب باعوه في سوق المزاد. وأما الأسف فعلى السلاطين الآيسين أمام من قيل فيهم كونوا قردة وخاسئين، مع أن الدنيا اعترفت بأثرها من كل منبر بأن حماس انتصرت على إسرائيل في أكتوبر، وفي صحف التاريخ يسطر بأنهم في سبيل الله يجاهدون وعن المقدسات يدافعون، ومع شدة المعاناة وقلة الإعانات يقاتلون لإعلاء كلمة الله: قوموا أيها المؤمنون ذلكم خير لكم لو كنتم تعلمون، لا تسلموا بناتكم والبنين لآلة قتل الصهيونيين، ولا ينبغي أن يتوقف طوفان الأقصى إلا بتحرير فلسطين وإساءة وجوه المحتلين الغاشمين. ثبت الله قلوب المجاهدين في طرد المفسدين من أرض الأنبياء والمرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله واستغفروه. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وعلى سائر الصحابة والتابعين. وقال عليه السلام: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل اليهود والنصارى والمنافقين، اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وخالف بين كلمتهم، اللهم كسر شوكتهم وفل أسلحتهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. عباد الله رحمكم الله،
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.